هي كاين ان بوين كومون، نقطه اللي فيها الالتهاب. الالتهاب كاين كاين سواء في الاليرجي ولا في ولا ميم كي تشربي حاجه سخونه ولا تاكل حار، صح تاكل حاجه حاره ولا تاكلي حاجه سخونه تحرقي الحلق ديالك ولا تبلعي مثلا اللوز ولا اون حوت ولا مهم كاين التهاب. الانفلاماسيون ليكزيست، بصح هذيك الالتهاب ماشي كل يوم يحتاج لي زانتيبيوتيك، خاطرش ماشي كل يوم انفيكسيون، ما فيش ميكروب في كل مره. هي جوستومون هذه الحساسيه احسن مثال على ذلك. كاين التهاب بصح لو كان تروحي تعيري ما تلقايش ميكروبات، ما تلقايش الفيروس، ما تلقاي بكتيري، ما تلقايش فيها التهاب ستيريل، صديق الكافيتي الفم يكون نظيف. بصح مادام كاين التهاب كاين اعراض تاع الالتهاب وهي الالم. الالم سي بور سا المريض اللي ما يعرفش يقول لك توجعتني، راهي بداتني لونجين راح تجي. بصح كيفاش نعرفوا؟ هو الوقت احسن دليل على انه ما لازمش لي زانتيبيوتيك. والدليل هو الوقت، خاطرش في الاول يبداو الاعراض يتشابهوا. دوك انت يا درتي نيتواياج في الدار، نظفتي كاع البيت كامل، العشيه هذيك ولا الغد من داك حسيتي روحك الحلق تاعك يوجع، صابي كان بو ما تقديش تبلعي. بصح باش نعرفوا دي فوا ميم الطبيب في الحق كي يشوفك ممكن يكون فيها ندوت، يقول لك نصبروا 48 ساعه. الا كان سون اليرجي هامي ما كاش الحمه، كاش الحمه في لالي، باسكو كي يكون لونجين كاين الحمه. الالم ما يكونش خطير كيما في لونجين. لونجين الالم كبير، ما يقدرش الانسان يبلع تحصل له الماكله. طفل صغير خاطش خطر واحد الحصه هنايا قلتها، قلت في لا ديفينيسيون هو التعريف تاع لونجين التهاب لوزتين، هما كاين شرطين الحمى والم في الابتلاع. ولا ما كاش الم في الابتلاع ماهيش اونجين، ولا ما كاش حمى ماهيش اونجين. دونك كي يكون هكذا الحساسيه يكون الم، الم طفيف وشنو تجي معاه الحكه شويه ويروح ويجي. ايه لا لا تروح تجي الوغ نورمالمون تاع لونجين الالم يمشي مستمر ويطلع حتى يلحق القمه تاع المرض ومن بعد بالدواء يعاود يحبط. هذا هو. دوك هذا نقول لهم اللي عندهم هكذا الم، هي كاين كانيت لو كونتكست هذيك الوضعيه اللي ظهروا فيها هذوك الاعراض. ولا كان نيتواياج، ولا كان خرج للطوموبيل محلوله الريح، ولا كان عنده حيوانات اليفه في الدار، كاين يعني كونتكست كلينيك يعيطوا له تسمى لونفيرونمون، هذاك المحيط اللي بانت فيه الاليرجي. يصبر 24 ساعه 48 ساعه، وكاين بعض الادويه طفيفه يقدر يدير هذيك البومبا تاع السطر، يشلل فمه بالبيكربونات، يقدر يدير تيزانه والقارص بالعسل. ليتا جينيرال الحاله تاع الجسم تكون مليحه، كي ما تكونش لونجين ما يكونوش يوجعوا المفاصل، ما كاش الم. لونجين تجيب لي كورباتور، لي دولور ارتيكولار، لا فيف، لا فاتيك، ولا دولور بوغ افالي. اقصى مده هي 48 ساعه. 48 ساعه ونشوفوا، ومن بعد الا كان الامور تمشي في تدهور. ايه معناتها هذا بروبابلومون سينونجي، لازم يروح يداوي يشوف طبيب ويعطي له دواء. تقدر تكون فيرال دونك يعطي له تريتمون، اسمها يقولوا له احنا سيمبتوماتيك معناتها تاع الاعراض، وتقدر تكون بكتيريان الطبيب يعرف يعطي له. انا راكي طمنتينا يعني ما تخافوش.